بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريب من 80 رجلا من قريش، ليس فيهم إلا قرشي، لا والله ما رأيت صفيحة وجوه رجال قط أحسن من وجوههم، فذكروا النساء فتحدثوا فيهن، فتحدث معهم حتى أحببت أن يسكت، ثم أتيته فتشهد، ثم قال: أما بعد، يا معشر قريش، فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده، ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد. وعن عتبة بن عبد الله السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة في قريش، والحكم في الأنصار، والدعوة في الحبشة، والهجرة في المسلمين، والمهاجرين بعد. أحاديث أخر من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في كتاب الخلافة والإمارة، وأن الأمر هذا الأصل أنه يكون في قريش، فالله سبحانه تبارك وتعالى اختار من الناس، اختار قريشا، اختار منها النبي صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير أن هذا الأمر، يعني الخلافة والإمارة للمسلمين، تكون فيهم، وهذا اللي عرفته الأنصار بعد ذلك من الأحاديث اللي سمعوها، فلذلك بايعوا بالخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأحاديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه جاء من طريقين، وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه قريب من 80 رجلا من قريش، ليس فيهم إلا قرشي. لا ابن مسعود، ابن مسعود مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، جاء معه إلى المدينة، وكان أهل المدينة ينظرون إلى ابن مسعود على أنه رجل من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، من كثرة دخوله وخروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو ليس من أهل البيت، ولكن كان مقربا محببا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فبيذكر أنه في هذه المرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في قريب من 80 رجلا من قريش، ليس فيهم إلا قرشي، قال: لا والله ما رأيت صفيحة وجوه رجال قط أحسن من وجوههم. يعني القرشيون اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منظر الحسن أو منظرهم الحسن بادي عليهم المنظر، بادي عليهم هيئة الجمال، عليهم هيئة أنه يستحقون الأمر أن يكونوا خلفاء، يكونوا من أهل الرشد. فيقول: فذكروا النساء، فذكروا النساء، أي تكلموا في أمر النساء. ويمكن ذكرنا قبل ذلك أن القرشيين أو أهل مكة كانوا يغلبون نساءهم، فلما هاجروا إلى المدينة وجدوا الأنصار تغلبهم نساءهم، لأن يعني هنا كان تربية أهل مكة على شيء من الصعوبة شوية وشيء من الغلظة والقوامة الزايدة عن اللزوم. أهل مكة كان أنه ما يسمعش كلام المرأة، المرأة تكلم ملهاش كلام أصلا. فلما جاءوا المدينة وجدوا أن الأنصار لا عندهم تفاهم، ما في تفاهم، أن الرجل يكلم مراته والمرأة تتكلم بالرأي، وقد تخالف زوجها وقد تغلب زوجها في الرأي بحسب الأمر نفسه، الشورى فيما بينهم وإعطاء الرأي. فكان أهل المدينة يمكن أكثر في المشورة وأكثر في الاستماع من أهل مكة. قال: قدمنا المدينة فإذا الأنصار تغلبهم نساءهم، المعنى إن المرأة لها كلام مع الرجل، تتكلم وتأخذ وتدي وتعطي رأيها، وقد تقنع برأيها وقد يقنع برأيه. فما عجبش هذا أهل مكة الأمر، فيمكن عمر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه بذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حزينا من حفصة من عمل عملته رضي الله تبارك وتعالى عنها، فعمر حب يضحك النبي صلى الله عليه وسلم فضحكه بهذا الشيء. قال: كنا أهل مكة نغلب نساءنا، فقدمنا فإذا أقوام تغلبهم نساؤهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الشيء كان موجودا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نساء النبي صلى الله عليه وسلم يناقشن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن الواحدة مع المناقشة ترفع صوتها وهذا لا يليق. فجاء عمر ليؤدب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي ترفع صوتك فوق النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي يكون كذا. فالغرض كأن هنا الحديث كان يدور حول ذلك الأمر، إن الرجال القرشيون 80 واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفاضوا في الحديث، فجاء فيه ذكر النساء فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم معهم. ابن مسعود حب بها أن يريتهم كلموا في موضوع تاني، يعني موضوع ابن مسعود كان فقيها رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يهتم لشيء ما أهم من ذلك، إنما الأمر مش كل الجلسات تبقى جلسات فقه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس على قدر عقولهم، وكل إنسان له حاجة من الحوائد عند النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك ابن مسعود يقول يعني تمنيت لو سكت، يعني الموضوع طول شوية، الموضوع ده كان يتكلموا في موضوع تاني أولى، اللي كان يرى ابن مسعود ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: ثم أتيته فتشهد، ثم قال: أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمر. كان ابن مسعود في أول الحديث بيقول إنه ما رأيت صفيحة وجوه قوم قط أحسن منهم، يعني وجوههم بادي عليهم علامات العز وعلامات إنهم يصلحوا يكونوا أمراء ويصلحوا يكونوا كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيد هذا الشيء بيقول: يا معشر قريش إنكم أهل هذا الأمر، إنكم أهل، يعني الإمارة تكون فيكم إنكم، ولكن بالقيد الذي ذكرناه في الحديث السابق أنهم إذا استرحموا رحموا، إذا عاهدوا لم يغدروا، إذا حكموا عدلوا، يستحقون أن يكونوا أهل هذا الأمر. فقال: وإنكم ولاته، وإنه لن يزال فيكم حتى تحدثوا أعمال، تكونون أنتم الخلفاء لغاية ما تبعدوا عن أمر الدين فتحدثوا أشياء فالله يعاقبكم بأن يأخذه منكم. قال: فإذا فعلتم ذلك بعث الله عز وجل عليكم شر خلقه فيلتحيكم كما يلتح القضيب. وفي رواية أخرى قال: بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب، يعني لما يؤخذ جريدة من النخلة وابتدي أقطع منها الفروع اللي فيها ويخليها من غير شيء، بلهم كذلك أنتم هيجي من يسلب منكم كل شيء كما يلحى بهذا القضيب. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الخلافة والإمارة في قريش، وأنه ما حدش ينازعهم في ذلك إلا إذا صار هؤلاء ظلما، صاروا بعدوا عن الحق، فالله عز وجل يسلب منهم هذا الأمر. أيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث العتبة ابن عبد السلمي وهو حديث صحيح أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة في قريش، الخلافة يعني تكون الخلافة في قريش إلى ما شاء الله سبحانه، حتى يحدثوا حتى يبعدوا عن الدين فالله يسلبهم ذلك، وقد حدث ذلك. قال: الخلافة في قريش، والحكم في الأنصار، والدعوة في الحبشة، والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد. يبقى هنا الأنصار جعل أنهم يكونون دون الخلفاء، يعني ما يكونوش هم الخلفاء للأمير الأكبر الوالي على المسلمين، لا، ولكن قد يكونون أمراء بعد هؤلاء الخلفاء. قال: والدعوة في الحبشة، والدعوة كان يقصد الأذان هنا، الأذان، فكان بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرون من الحبشة حسنة أصواتهم، فكان فيهم الأذان يؤذنون لأن أصواتهم حسنة، وليس المعنى حسن الصوت معنى التغني في الأذان، لا، التغني في الأذان هذا بدعة من البدع أن يتغنى بالأذان، إنما الأذان بالصوت العادي، ولكن أصواتهم كانت حسنة في الأذان. والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد. أيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، كأنهم ما أهل أن يقتدى بهم، لغاية ما إذا كان الناس ما بقاش من الناس اثنان، وهذا ما كان أبدا، ولكن كأنه يقول إنه حتى لو كل الخليقة صفوا على اثنين منهم واحد قرشي، القرشي الذي يستحق أن يكون الأمير. وفي حديث آخر، وهذا الحديث متفق عليه، ولأبي هريرة أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش بهذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. وجاء في حديث آخر قال: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والله لولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله عز وجل، ما لخيارها عند الله عز وجل.
نفس الشيء في هذا الحديث وغيره، وحديث كثيرة فيها تقديم قريش على غيرهم من الناس أنهم الذين يستحقون هذا الأمر، يعني الخلافة العامة للمسلمين طالما أنهم على عدالة. فإذا تركوا العدل ضاعت منهم الخلافة كما هو الحاصل في من زمن بعيد جدا. فيقول: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خياره في الجاهلية خياره في الإسلام. ودي قاعدة عامة للجميع الناس، خيار الناس في الجاهلية خياره في الإسلام، كأن حسن الخلق طبيعة وهبة من الله سبحانه تبارك وتعالى، ثم تمرين بعد ذلك يتمرن الإنسان على ذلك على تحسين خلقه. ولكن الإنسان اللي طبيعته ذلك يركى لطبيعته دائما، تلاقي ما بيهجص ما بيبعدش، غير اللي بيتكلف ذلك أصلا كان مش كويس في جاهليته وبعدين دخل الإسلام ودخل المسجد وبدأ يعني تلاقي يهفله كل فترة، يقوم قالب كل فترة يصدر منه شيء. الإنسان اللي كان في قبل التزامي كان في أخلاق شرسة، كان في صعوبة، كان في طول لسان، كان في بزاءة، تلاقي كل شوية يعني يمشي عدل شوية وبعدين يقلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن الخيار اللي كانوا في الجاهلية اللي هو طبيعته كده، الله عز وجل خلقه على ذلك، لما يدخل في دين الله سبحانه ويلتزم كذلك يكون في هذا الأمر. اللي بيبقى سفيها قبل ذلك لما يدخل في التزامه وكذا بيبقى كل فترة يقلب ويرجع لشيء من الأحوال اللي كان عليها، وهذا مشاهد بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله عز وجل. لولا أن تبطر لكنت قلت لهم خيار قريش. من خيار قريش؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، غيرهم من الخيار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. جاء في حديث آخر لذي مخمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان هذا الأمر في حمير في اليمن، هذا الأمر كان الرئاسة في عند التبع والتبابعة ومن معهم، فنزعه الله عز وجل منه فجعله في قريش. طبيعه يقعد في قريش طول ما هم يعدلون. قال: وسيعود إليه، وسيعود، يعني الأمر حينزع من قريش مرة ثانية ويرجع لأهل اليمن مرة ثانية. قال: وسيعود إليه. حديث آخر عن النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه: كنا قعودا في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بشير رجلا يكف الحديث أو حديثه، يعني ما بيتكلمش كثير في الحديث. فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد، أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر وما يكون بعده. وهذه أشياء من النبي صلى الله عليه وسلم معجزات، أنه بيخبر الخلافة حتكون كذا وحيكون كذا ويحصل كل اللي يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه. فشوف هنا بيقول لنا إيه، قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. تكون النبوة يعني يكون وجود النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله سبحانه، ثم بعد ذلك خلاص ترفع النبوة وفيش نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم هتكون خلافة على منهاج النبوة، زي ما كان هو يحكم بالعدل بكتاب الله وبسنته صلى الله عليه وسلم كذلك خلفاء من بعده. قال: فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء الله أن يرفعها. يبقى الخلافة اللي على منهاج النبوة ترفع بعد ذلك. ثم تكون ملكا عاضا، ملكا عاضا يعني يجي اللي بعد ذلك من الخلفاء يقلب الخلافة، بدل ما هي خلافة لا بقت ملك، خلافة استخلاف، المسلمون يجتمعون يشوفوا مين اللي يصلح يكون الأمير عليهم الخليفة اللي فيهم، تتقلب تبقى ملكا، يجي الواحد ينظر لنفسه أنا وابني بعدي وابني بعدي وابني، ملكا عاضا يكون بعد ذلك، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم كان الأمر على ذلك. فيقول: ثم يكون ملكا عاضا، عاضا بمعنى يتمسك به، وعاضا من العضود وهو الشرس بمعنى المزاحمة على الملك والشراسة فيه، حتى لو أدى للظلم، حتى لو الظلم أنا أولى وابني أولى واللي بعدي أولى، فهنا يكون ملكا عاضا، فكأنهم يعضون فيه عضا. ويقول الملوك العضود بمعنى اللي فيهم شراسة يعني وفيهم شدة. قال: فيكون ما شاء الله أن يكون. يبقى هنا كأنه يقول إنه النبوة، وبعدين خلافة على نفس منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ملك
عاض، وإن كان هذا الملك ملكا ما بقاش خلافة، ولكن برضو ما زالوا يحكمون بكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. قال ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، ثم تكون ملكا جبريا، فتكون ما شاء الله أن تكون. يبقى كأنه واحد يتمسك بهذا الشيء اللي بعده بيقهر الناس عليه، يكون ملكا جبريا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. كأنه بشارة المسلمين إنه حيلف في الزمان وطول الزمان وحيرجع مرة تانية الخلافة على منهاج النبوة. إمتى هذا الشيء؟ نسأل الله عز وجل بالتعجيل، نسأل الله عز وجل التعجيل، لكن بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إنه حيكون في يوم من الأيام هذا الشيء، ترجع الخلافة اللي على منهاج النبوة. هذا الحديث يمكن البعض ذكروا فيه أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاءوا قالوا نرجو أن تكون الخلافة إلا على منهاج النبوة، يعني كانت خلافة بس مش طويلة عن منهاج النبوة. عمر بن عبد العزيز ما لحقش يقعد في الخلافة فترة طويلة، ولكن كأنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد شيئا آخر، ما يكون ما يستمر من خلافة على منهاج النبوة، ولعله يكون لسه مدخرا للمسلمين بعد ذلك. في حديث لجابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعد 12 خليفة من قريش، ثم رجع إلى منزله فأتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا؟ قال يكون الهرج. الهرج معنى القتل والاقتتال والفتن، كأنه يقول حتفضل الخلافة إلى ما شاء الله، وما قالش تتوالى، ما قالش تتوالى، ولكن حيكون 12 خليفة، فكان منهم الخلفاء الأربعة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ثم بعد ذلك كان ملكا، ثم بعد ذلك رجعت خلافة في عهد عمر بن عبد العزيز، ثم بعد ذلك كان ملكا إلى ما شاء الله، ثم نزع كله من المسلمين وبقاش فيه لا خلافة ولا شيء. طيب فين الباقي؟ هنا سيكون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما قلناش إن هم وراء بعض هؤلاء الخلفاء اللي قالهم، ولا قال إن هم أولاد علي بن أبي طالب اللي يكونوا خلفاء واحد وراء الثاني زي ما الشيعة الاثني عشرية يقولون، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبر صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في خلال هذا الزمان 12 خليفة، يعني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم من قريش. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين قائما حتى يكون 12 خليفة من قريش، ثم يخرج كذابون بين يدي الساعة، ثم تخرج عصابة من المسلمين فيستخرجون كنز الأبيض كسرى وآل كسرى، وإذا أعطى الله تبارك وتعالى أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهله، وأنا فرطكم على الحوض. وهنا أيضا يذكر نفس الشيء، إنه سيكون خلفاء على منهاج النبوة 12 خليفة على منهاج النبوة. من فيه من هؤلاء؟ عرفنا الأربعة الخلفاء الراشدون، وعرفنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. من سيكون بعد ذلك؟ الله أعلم من سيكون، ولكن سيكون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يبشر باستخراج كنوز كسرى، وأخذت كنوز كسرى وأنفقت في سبيل الله، فأشياء حدثت تبشر الناس، اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في يوم من الأيام، ثم يذكرنا بعد ذلك وأنا فرطكم على الحوض، يعني الدنيا بعد ذلك تزول، ثم المرجع إلى الله يقول أنا السابق إلى الحوض، إنا أعطيناك الكوثر، حوض النبي صلى الله عليه وسلم والخير الكثير الذي أعطاه الله، فيقول أنا فرطكم سابقكم إلى الحوض. من الأحاديث أيضا اللي جاءت في هذا المعنى ما جاء عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. هنا كأنه صلى الله عليه وسلم فسر لنا اللي فات، إنه تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يكون ملكا عاضا، ثم يكون ملكا جبريا، ويرفع الله ما يشاء وقت ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الحديث بيخبر إن الخلافة اللي بعده صلى الله عليه وسلم على منهاجه هتكون 30 سنة، 30 سنة. فإذا براوي الحديث يقول أمسك عد بقى 30 سنة، مين؟ خلافة أبي بكر الصديق 2 سنين، هم 2 و6 أشهر، لكن كأنه بيشيل الكاس. وخلافة عمر 10 سنين رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال وستة أشهر أيضا فوقها، فعلى ذلك خلافة أبي بكر الصديق وخلافة عمر 13 سنة.
وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذه 25 سنة. قال وخلافة علي رضي الله عنه 6 سنين، لكن كانت 5 سنوات وليست 6 سنوات، كأنه بالكسور. لما تشال الكسور الأشهر بينها هتلاقي الخلافة اللي كانت على منهاج النبوة لغاية علي رضي الله عنه 30 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما صار الأمر لمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، نشوف هنا في هذا الحديث أن أبا بكر قدم على معاوية، فمعاوية فقال له إنه حدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية رجل فاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كتاب الوحي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن لما تولى الإمارة على المسلمين حول الشيء. بعد ما كان الخلافة الناس يستشيرون ويطلعوا بالخليفة، لا، هو خلاها ابنه، وابنه عايز ابنه من بعده، بدأ الملك من عند معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. الصحابة كانوا راضين عن هذا الشيء، ولكن أمر إنه هيحول ويدي لابنه أهون من يحصل اقتتال بين المسلمين، خلاص خليه يشيل اللي يشيله ويتحمل عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا أبو بكر قدم على معاوية، فمعاوية بيقول يعني حدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الحسنة ويسأل عنها، فقال ذات يوم أيكم رأى رؤيا؟ فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا دلي من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان، ثم رفع الميزان، ثم رفع الميزان فاستاء لها، استاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا معاوية لما سمع هذا الشيء استاء من هذا الحديث. وأبو بكر كان يقصد ما يقول، يقصد إن يا معاوية الآن أنت ما بقيتش على نفس الخلافة اللي كان عليها من قبلك، بديت الآن على الملك، دخلت في المرحلة الثانية اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مش الخلافة وإنما الملك. استاء معاوية من هذا الحديث، فقال فزخ في أقفائنا، فزخ يعني كانوا كرشوهم اللي مولودين ما عجبهمش ان يسمعوا منهم هذا الشيء. طلعوا، لفت ليام، ومعاوية ارسل الى ابي بكر مرة ثانية، وجاء ابو بكر فقال حدثنا بحديث، يروح حكي له الحديث نفسه هذا الحديث، كأنه بيذكر انتوا خالفتم في شيء، ما بقيتوش على منهاج النبوة اللي قال ان انتوا بقيتوا الملك، دخلتوا في مرحلة الملك. قال فزخ في اقفائنا، يعني طردوا مرة ثانية، خرجوا. ولفت ليام ومعاوية يرسل اليهم تعالوا قولوا لنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب. فواحد بيقول لابي بكر، بيقول انت كل شويه تقول له الحديث، لما تقول له حاجه ثانيه كل يكرشك من هنا. قال والله لا احدث الا به، هو الحديث اللي هقوله له على طول، ان قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد انه بديت تغيره التغيير، وان كان معاويه من احلم الناس رضي الله تبارك وتعالى، وكان يحكم بالعدل رضي الله تبارك وتعالى، لكنه اول من غير ان الخلافه كانت من هذه النبوة، بقت ملك من عهد معاويه رضي الله عنه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، 30 سنه خلافه على من هذه النبوة ليس فيها حكم معاويه رضي الله تبارك وتعالى عنه، 30 سنه على الخلافه وعلى الامر النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء معاويه بدا يرى انه لا، خلي ابني من بعد يكون الخليفه، وابنه يرى ان ابنه يكون من بعده الخليفه، فتحول الى الملك. المرة الثالثة لما قال له ذلك، قال فكأنه ساءه ذلك، وقال فبكعه بهذا الحديث، قال له مرة أخرى هذا الحديث، فقال أتقول الملك؟ يعني أنت كل مرة تحدث تقول الملك، يعني إحنا بقينا ملوك، رضينا بالملك، يلا خلينا بقى ملك أو إحنا رضينا بالملك. فكان من عهد معاوية أن تحول الشيء من، وده اللي كانت أمه بتربي عليه، معاوية كانت أمه بتربي عشان يبقى ملك، أمه وتقول سكلته إن لم يكن كذلك. وصدقت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بتربي ابنها عشان يكون ملك في يوم من الأيام، فكان ملكا في يوم من الأيام. ولكن مهما كان، كان على عدالة عظيمة جدا، وكان على حلم. ويكفي المثل اللي دايما يقال شعرة معاوية. معاوية يقول لو كان نفعه من النبي صلى الله عليه وسلم حديث حدثه النبي صلى الله عليه وسلم فانتفع، فيقول لو كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعت، لو جذبوها أرخيتها، ولو أرخوها جذبتها. فهو كان حليما مع الناس، وكان ينظر في حوائج الناس، ولكن لا يمنع أن الملك العضود كان من أول عهده رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو على آخر عهده لما وصى بالإمارة لابنه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.